يقول الزاير من يوصل للمدينة يبكي وتحمل عينه يصيح قبر الزهرة وين أين الصارخون وفاطمة. سيدي يا فرج الله قوم وانشر رايتك برض البقيع بهالمحال شلون قبر امك يضيع شلون بنت المصطفى الهادي الشفيع ابلي دفنوها وعفوا ثايات والي اظهروا خلي الرواية من الشرى وصلوا بالجبتين من فوق الجرى وصيح ضل عمي الجرى اش كسر من غصب حقه واجع زانه يا فاطمة عد قبرك المخفر بعه هل وسدوهم من بعد ما كاسل من آية جرعوهم سامحوني وأعظم مصيبة مصيبة الما جفنوا أين الصارخون وحسينا لا يومك يومك يا أبا عبد الله عادة الميت يحضرون أهله هذا جايب ما ذاك يغسله هذا جايب شفن ذاك يفصله هذا يحفر قبر ذاك ينزله آية عادل ما جراها بكربلة آية عادل ما جراها بكربلة ظل ثلاث ثياب ابن سيد الملأ وعن غريب الغاضرية وين غابت شيعته الله هلا بهالأصوات الحسينية واحد يبكي على الحسين بكل مكان لكن وين يبكي هنا بحرم أمير المؤمنين إش عظمها هاي عند الله وبالله نجدك معاي شربت يا دفا بخيات قلبنا دفنت حسين عطش بالله يا عفار القبر وسع باب قبره وسحم بجبدة من تجار ربرا ضجر من تنزل بهدا ترى مكسور صدره نتنزل بهذا ترى مكسار صدره بالمعركة تلعب عليه الخال ميدا الله بالله يا عفار القبر وسع مجانه وبهداي عن راس القلب دشل عزانه اسمع قل أخيتك شبعت بذلة ومهانة قل أخيتك شبعت بذلة ومهانة دور الدواير حاير بيان الدواوي بو يا علي حجيم السفر ما جاك عاني ولا قال لك شنهو الدهاني على مصيب تحمدني عساني والمجلس الطير دهاني يزيد بن نجدة ابتداني وانا مخدرة ويكسر لساني وانا لا صرت بالدنيا عساني يلا ابويا للمدينة للبقيع يا ناعيان هين جيت طيبة مقبلة فعرج على يا مكسورتي الضلع معولة وحدث بما يمض الفؤاد مفصلة أفاطم لو و
وقد ما تعط شانا بشاي الطفراتي قضى ضاميا ما ذاق لي الماء برده بحر هجير صافح الترب خده فوالله لو يوما تقومين بعده إذن لا لطب. نسألك اللهم وندعوك